أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا أعيش مع والدي وأبي لا يصلي ولا يقبل النصح مني في الصلاة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، هل أتركه وأعيش بعيدا حيث أنه ليس بحاجتي؟ إيه نعم، إذا كنت تستطيع العيش وحدك فلا تبقى عنده وهو لا يصلي ولا يعرف أمور الدين، لا تبقى عنده. أما إن كان إنك ما عندك شيء وتحتاج إلى النفقة منه فتبقى عنده بقدر الحاجة حتى يغنيك الله ثم تخرج، ومع مناصحته، لا تنقطع عن مناصحته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.